ارحب فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج هاشتاج الايجابيه. بحلقتنا لليوم بنتعرف على سلوى وكيف تغلبت على كل شيء سلبي وصعدت السلم درجه درجه. وضريبه نجاحنا دوم هي ان بنصعد السلم درجه درجه عسبة اكيد نحقق احلامنا وطموحاتنا، وبنمر بمراحل وايده من الممكن انها تكون صعبه لكن في الاخير بنوصل. خلونا نتعرف على سلوى وكيف ايضا تخلت عن كل السلبيه والسبه هو مديرها. لا 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 لا، انا ما اقدر على الشغل هذا كله، يباني بعد اخلصه في البيت. لا لا الصراحه استاذ جي وايد، انا ما اقدر على هالشغل. شو يعني تاخذ الشغل في البيت؟ ليش انتم ما تتريون؟ هذا قرار فيه ظلم واجحاف، بعدين انا خاف تستوي عاده عندكم. سلوى هدي عمرك، استريح اول. خذي هاي الورده، ابا تروحين مكتبك شمينها تي بعمق مال خمس دقائق. تفضل. شو استاذ؟ انا ياسا اقول لك في قرار مصيري لازم نسلمه باكر الصبح حق الشركه، حتى لو تطلب الامر راح ناخذه معانا في البيت ونخلص الشغل. وانت ياسا تقول لي شمي هالورده؟ انت حين روحي المكتب تسوي مثل ما قلت لك، شمي هالورده وانا شوي بمر عليك المكتب. شفتوا كيف هديت الحين؟ سلوى احنا ما كنا نقصد ان تودون الشغل وياكم البيت، لا احنا كنا نقصد عندنا خطه في الشركه نبغى ننجزها باسرع وقت. بعدين شوف الساعه كم الحين؟ يعني اظن في وقت كافي تجتمعين يا زميلاتك توزعون الشغل من بينكم، زين؟ صدقيني بتخلصون بسرعه ما بتنجبرون تودون شغل وياكم البيت ولا شيء. ان شاء الله استاذ، فالك طيب اللي تبابه يصير. ايوه هالكلام اللي بنسمعه. استاذ تفضل. شو اجازه يومين؟ خير؟ سلامات سلوى. الصراحه استاذ احس عمري شي متضايقه وما فيني شد على الشغل، احس ان قلبي شي وصدري مقبوض فما اقدر صراحه والله. سلامات سلامات يا سلوى، احنا توني ترى في بدايه الدوام والصراحه يعني صراحه شو؟ لا تقولي في شغل، والله العظيم ما اقدر. هو مو بشغل شغل، بس انا باش ترافقين الوفد اللي بيزورنا، يعني تودينهم الاسواق وتشرون، وانا ما عندي حد غيرك الصراحه يعني حق هالمهمه. بعدين بتغيرين جو يا سلوى، يعني مره بتروحون رحله بحريه، بتروحون حدائق مثلا، تروحون قريه تراثيه، اسواق شعبيه، يعني زين حقت. بس تشي؟ هذه اوامر. تحين روحي الماليه واستلمي مبلغ حق النثريات. حاضر، ان شاء الله استاذ. استاذة سلوى خلصت الإحصائية السنوية؟ أنت شو شايف قاعد أسوي؟ ترى من الصبح قاعد أشتغل عليها، ما فضيت دقيقة واحدة. أستاذة سلوى، الإحصائية السنوية ضرورية جدا، الله يخليك بسرعة خلصيها. شو يعني كلمة بسرعة بسرعة؟ ترى أنا إنسانة بشر، يا أخي مو بآلة ولا مكينة، تريع علي شوي لين ما أخلصها، لو سمحت روح مكتبك، يوم بخلصها بتصل فيك أو لو بطرشك إياها المكتب. ضروري الله يخليك بسرعة، الله يخليك بسرعة. شوف بعد يرد يقول لي بسرعة، زين لو سمحت تفضل. إن شاء الله خير. يعطيك العافية سلوى. الله يعافيك استاذ. ممكن اخذ شوي من وقتك؟ اكيد تفضل. عندي سؤال حقك. تفضل استاذ. ابي اعرف منو اعز شخص عندك في الدنيا؟ اخوي سالم الكبير. حلو، تخيل اخوك سالم وهو في دوامه، واحدة من الموظفات اللي وياه صارخت عليه نفس ما صارختي على الموظف اللي توه طلع. هي بس اخوي سالم يعرف الاصول، مو بويها قبل نفس الموظف. بس حتى الرجال اللي طلع ترى يعرف الاصول، ما غلط هو، قالت اذا تقدرين شوي بسرعه يعني حطي نفسك مكانه، ولا لو اخوك سالم بتعاملينه بهاي الطريقه يعني. سلوى ابى تهدين، هدي اعصابك وعدي. 1 2 3 4 5 6 ما بتي يا سلوى، ابى تعدين يعني من 30 ونازل شوي شوي.
30 29 28 27 26 25. أيها الحفل الكريم، لقد حان الوقت للإعلان عن اسم الفائز بجائزة أفضل موظف إيجابي. والفائز بهذه الجائزة هي الموظفة سلوى عبد الرحمن. أيوه. مبروك مبروك استاهلين والله. ألف مبروك ألف مبروك استاهلين. حيو زميلتكم حيو. ألف مبروك ألف مبروك مبروك استاهلين استاهلين. تفضل قصي لهم الكيكه وزعي على زميلاتك. ان شاء الله يكون حافز لكم ان شاء الله السنه الجايه الكل يتكلم. تستاهلين يا سلوى. اكيد من حسن حظك يا سلوى انك كان عندك مدير يتغلب على طاقتك السلبيه واصبحتي شخص ايجابي، واكيد ايضا انت ساعدتي واصبحتي شخص ايجابي، واكيد مبروك عليك انك فزتي بافضل موظف ايجابي. والحين بنلتقي مع الاستاذه بدريه الخير، اكيد بنتعرف مع بعض كيف نبدا طريقنا نحو الايجابيه، وبيكون هذا هو محور حديثنا. خلكم ويانا لحظات. أرحب فيك أستاذة بدرية الخير، مدربة معتمدة في التنمية البشرية، أكيد برنامج هاشتاغ الإيجابية لليوم، وأكيد مثل ما شفنا قبل شوي الدراما القصيرة عن سلوى ومديرها في الآخر، أكيد ما يصح إلا الصحيح إذا تشاركيني أيضا أو توافقيني الرأي، فازت أخيرا في الجائزة أفضل موظف إيجابي. شو رأيك بالدراما اللي شفناها الحين؟ أهلا وسهلا فيك أستاذة مروة، يسعدني أكون معكم في برنامج هاشتاغ الإيجابية. الإيجابية هاي الشيء الطبيعي أو المفروض اللي يكون عليه غالب معظم الناس، أو إذا صح التعبير كل الناس. المقطع اللي شفناه بالنسبة لسلوى مع مديرها، وياليت كل المدراء يسوون هالشيء، كان ما حد يعاني في شغله. طبيعي إن إحنا كبشر نواجه صعوبات، نواجه ظروف، قد يكون الإنسان يوم مرتاح، يوم متضايق، يوم مودة عالي، يوم مودة منخفض، فهذا شيء طبيعي. لكن هي حسن حظها أنها صادفت مدير بهالشخصية وبهالأخلاق وبهالإيجابية والتفكير الواعي، فأنقذها وطلعها. قد يكون شخص آخر ما يجد حد يساعده أو حد يطلعه من هالسلبية اللي هو فيها، فالإنسان ما يعتمد على الآخرين، المفروض أنه يعتمد على نفسه. يعني إحنا دائما نقول أنقذ نفسك بنفسك، أو مد يعني يد المساعدة لنفسك، لا تنتظرها من حد، لأنه ما في حد بيساعدك ويقول لك يلا تعال أنا بساعدك وبدلك على الطريق الصح وكذا تسوي وكذا تسوي. لا، إذا ما كان المنبع من الداخل ما حد يساعدك. هي كانت محظوظة جدا سلوى في مديرها أنه ساعدها بطريقة غير مباشرة، بأنه يقولها سوي كذا أو يعطيها وردة شمها أو هاي كلها من بعض التمارين. أكيد هاي بعض التمارين اللي تساعد الواحد أنه يتخلص من التوتر من الضغوطات نوعا ما. بس برافو عليها، هي كانت بعد مطيعة واستمرت في الطريق الصح ووصلت. أستاذة بدرية، زين شو هي السلوكيات اللي يتوجب علينا تغييرها علشان ما تعيق طريقنا نحو التقدم نحو الإيجابية؟ مثل ما قلت لك قبل أنه الإيجابية هي قرار داخلي، يعني ناخذها أسلوب حياة. أنا إذا قررت من داخلي ونويت نية صادقة، راح يعني الله بيسخر لي كل شيء على هذه النية، وعلى نياتكم ترزقون. إذا أنا نويت أن أنا أكون شخص إيجابي، شخص نافع على الأقل، لو ما بنفع غيري بنفع نفسي، هذه كأول خطوة بداية. بعد كذا يبدأ الإنسان يمتد للخارج، ينفع اللي حواليه واللي بعد واللي بعد والمجتمع، إلى أن تصل يعني نيته أو طاقته الإيجابية للخارج. قلنا الصمت، قلنا التأمل، قلنا أهم شيء أهم شيء حسن الظن. دائما إحنا مشكلتنا دائما في كل الأمور سوء الظن. يعني يوم حد يقول لك عن شخص أو تشوف شخص ونصدر أحكام، فلان لا 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 شكله كذا، والله هذا شكله عصبي، والله هذا أخلاقه شكله شينة، والله يعني هذه الأشياء. ليش إحنا نحكم على الأشخاص؟ إحنا ما عشرناهم. زين أستاذة بدرية، هل من الممكن أن مثلا نكون أشخاص سلبيين أو شخص سلبي فجأة
يكون عنده تحول مفاجئ نحو الإيجابية، أو أنه من الممكن أنه يأخذ بعض الوقت الزائد يعني علشان يقتنع ويشيل الأفكار السلبية؟ هو ما يحتاج بعض الوقت، هو مجرد قرار داخلي إن أنا نويت أتغير بتغير، وكل شيء بيستجيب لي وكل شيء بيكون معاي. أنا لو قررت إني أنا أكون إنسان إيجابي وأتمنى الخير لنفسي وللجميع، أحب الخير، أول نقطة أوقف الأحكام، ما أحكم على شخص، أوقف السماع للآخرين، ما أسمع لأي كلمة قال لي. أنا مؤمن بنفسي، مؤمن بقدراتي، مؤمن بإرادتي وعزيمتي، راح أوصل يعني راح أوصل، بوصل للشيء هذا بوصل، بكون إيجابي بكون إيجابي. على الأقل إن ما ظهرت للمجتمع أو ما ظهرت هذه الإيجابية المجتمع، خلها على مستواي الشخصي أنا في حياتي الشخصية، في عائلتي، في اللي حوالي مقربين مني سواء في العمل أو في البيت. هذا أول خطوة، إن أنا ما أسمع للآخرين أي انتقادات سلبية، أتجاهلها أو كأني ما سمعتها. أنا مؤمن بتفكيري، خلاص أنا نويت أبي أسمع أشياء زينة، ما أركز على السلبية، أي شيء سلبي أحوله إيجابي. إنزين أستاذة بدرية، بس في بعض الأحيان ممكن نقول إن مثلا هذا الشخص كذاب، أو مثلا هذا الشخص باين عليه إنه مو بأوكي. في بعض الأحيان ممكن ترجعين تكتشفين أن الشخص ممكن يكون زين، بس بآخر لحظات ممكن تقولين لا فعلا النظرة الأولى كانت صحيحة. مو دائما ممكن تكون انها خطا، هل صحيح؟ اذا انا عندي احساس قوي من داخلي، لنفترض احنا ما نحكم على الاشخاص، احنا نتعامل معاهم، اذا هو كذب او ما كذب هذا شيء بيرجع له انا، ما بيضرني في الاول وفي الاخير، الا اذا كان يعني حديث اقوى او تكلم علي او شيء ابدا اتناقش معه. ولكن مش ان لحكم الناس عليه انه فلان كذاب انا بصدق، لازم أشوفه بعيني، على الأقل أسمع بإذني. من التجربة الشخصية لازم. أيوة، أنت لك تجربتك مع هذا الشخص، أنا ما أحكم على تجربتك أنت أو فلان، لأن تجربتك أنت تختلف عن تجربتي عن تجربة فلان. ممكن لنفترض مطعم أو مول أو مكان معين أنت رحتي كانت تجربتك مش حلوة فيه، أنا رحت تجربتي حلوة فيه، أو بلد ما سافرتها أنا جدا استانست فيها، أنت رحتي قلتي أبدا ما حبيتها، كان شفت في هالمطعم وهذا عاملني كذا، وفندق اللي سكناه كذا، واو، صح ولا لا؟ بعض الأحيان ممكن شخص آخر يحب، لكن أنا أروح لا والله أنا استقبلوني بكل حفاوة وترحيب، رحت أماكن جدا حلوة استمتعت، يعني هذه تجربتي أنا، فليش أحكم على الأشخاص أو الأماكن؟ نعم. وأصدق حكم الناس عليها. نعم صحيح، دائما أجعل الخيار الأول والأخير لي، والقرار الأول والأخير لي أنا، لأني أنا في النهاية اللي بستفيد. إنزين أستاذة بدرية، هل تنصحين مثلا بجدول ممكن أن نعتمده علشان نتم أشخاص إيجابيين ونطرح السلبية من حياتنا لضمان التغيير الصحيح نحو الإيجابية؟ أكون واعي أولا، الوعي للأحياء الأشياء اللي تصير حواليا. إحنا كل يوم نستقبل رسائل، سبحان الله، يعني تشوف أشخاص، تسمع أشياء، الأشياء اللي هي هذه كلها رسائل، يا تنبهني يا تبشرني، يا إنها المهم لها مدلول لي أنا. أتكلم على يعني كل واحد وشخصيته، كل واحد وتفكيره، أنت في شو تفكر بتشوف رسائل بتجيك، أحداث، أشخاص تقابلهم، تكلم من شو اللي يصير لك، شو اللي تشوفه، هذه كلها ترجع لكل شخص. لما أنا الأشياء السلبية اللي تصير هي لها رسالة، افهم، أوعى، أصحى، أنت مثلا في الشيء الخطأ أو في الطريق الغلط لازم تصلح. في ناس بلا وعي خلاص معتمدين انه هذا قدر وانه هذا من رب العالمين والله اذا حب ابتلاه وهالكلام. لا، الله عز وجل قال في القرآن الكريم والشر ليس اليك، الشر ما هو من الله. سيدنا ابراهيم في آية في القرآن واذا مرضت فهو يشفين، الله عند الشفاء، عند الرحمة، عند الحب، عند الرزق، كل الخير من الله، وكل الشر من الانسان نفسه، من تفكيره، من معتقداته، من ظنه، كلها ترجع له. أنت مثل ما يطلع منك، هنا قانون انعكاس، الله عدل ما يظلم أحد، والكون مرآة كل شخص. أنت شو تشوف، شو قاعد يرجع لك، حب، سعادة، احتواء للناس، الناس تخدمك، الناس تشيلك، مفاجآت حلوة، رزق حلو، كله من الله. هذا أستاذة بدرية الخير، مدربة معتمدة في التنمية البشرية، أشكر تلبيتك لدعوتنا اليوم في برنامج هاشتاق الإيجابية، أكيد وايد سعدنا في تواجدك ويانا. أهلا وسهلا فيكم، وأنا جدا سعيدة وسررت بلقائكم، وإن شاء الله نفيد ونستفيد ونكون فعلا عالم إيجابي يمتد لكل العالم.
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، وشكرا لكم. فريق برنامج هاشتاج الإيجابية وصل الحين لمراكز التنمية الأسرية في الشارجة، أكيد عندهم وايد أنشطة ومبادرات تعنى بالإيجابية، بنتعرف اليوم عليها مع بعض أكثر وعن قرب. بيجمعني عقب لحظات لقاء مع الأستاذة موزة الشحي، خلكم ويانا. أرحب فيك أستاذة موزة الشحي، مديرة إدارة الأفرع للتنمية الأسرية في الشارجة في برنامج هاشتاج الإيجابية. حياك الله، أهلا وسهلا فيك وحياكم الله في مجلس إدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. بداية شدتنا مبادرة موجودة هني، لكن قبل ما أسأل عن المبادرة أباك تخبرينا أكثر وتخبري مشاهدي برنامج هاشتاج الإيجابية عن المبادرات والأنشطة عموما الموجودة في مراكز التنمية الأسرية في الشارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا نظرنا إلى الإيجابية بشكل مفصل واحتجنا وأردنا أن نصل إلى دواخل هذه الإيجابية، فإنها تتمثل أمامنا في سمو الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد الذي يدعونا إلى أن نكون إيجابيين في عملنا، وإلى دعوات الشيخ سيف بن زايد الذي يدعونا إلى أن تكون الإيجابية في العمل وليست مجرد كلام. الإيجابية في مبادراتنا تتمثل في أن احنا بدينا في بناء خطة استراتيجية واضحة برعاية ودعم من سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيس الأعلى للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي تدعونا دوما أن نطور ونقدم الأفضل لخدمة هذا المجتمع. فبدأنا في بناء خطة استراتيجية متكاملة تقوم على تفكير إيجابي فعال، أهداف محددة لنصل إلى النجاح. أردنا أن نخفض من أن نختصر الوقت ونواكب المستقبل. فطرحنا مجموعة كثيرة من المبادرات مثل مبادرة جيران، مبادرة ألفة، مبادرة رحلة عمر، الملتقى الأسري، جائزة البحوث والدراسات، لدينا أيضا خطوات السعادة الأسرية، وكل واحدة من هذه المبادرات مقدمة لفئة من فئات المجتمع أو من فئات الأسرة بشكل أخص. فمثلا مبادرة خطوات السعادة الأسرية هي برنامج موجه لطلبة وطالبات المدارس في المرحلة الثانوية، وهذا العام إن شاء الله سيكون هناك طرح للمرحلة التأسيسية. نرغب في تقديم مجموعة من القيم الداعمة لإنشاء أسر مستقبلية مفعمة بالإيجابية بالتفاؤل والإشراق. برنامج رحلة عمر، ربما هذا البرنامج يعني يمثل الإيجابية في تغيير الأسرة من الداخل. ليش رحلة عمر؟ خبرينا أكثر عن هذه المبادرة. رحلة عمر برنامج موجه للزوج والزوجة، نصطحبهم فيها في جو متغير متجدد من الطاقة الإيجابية، يشتمل على مجموعة من الدورات والمناشط والرحلات الترفيهية وجلسات رومانسية، نغريهم فيها لكي يجددوا حياتهم ويطوروها في على يد مستشارين أسريين يطرحهم في الكثير من التغيير، التبديل، كسر الروتين الموجود داخل الأسرة بعيد عن زخم المشاكل اليومية المتكررة التي لا تنتهي. فهذه فرصة لكي نجدد ونطور حياتنا ويعودون لأبنائهم بنفسية أكثر إشراقا، نفسية أكثر تجديد تحبيباً. أيضا الطاقة الإيجابية طبعا هذا الشيء الأساسي والمهم، يعني في الفعالية أنهم يبتدون خلاص حياة جديدة تنعكس هذه الطاقة الإيجابية بالتالي على سعادتهم وسعادة أبنائهم. نعم أستاذة موزة، الصراحة اللي شدنا لمراكز التنمية الأسرية في الشارجة هو مبادرة جيران، أكيد كان فيها بعد زيارة حق دار المسنين، خبرينا أكثر عنها، عقبها بسألك عن النتائج اللي ترتبت على المشاركين فيها. مبادرة جيران هي إحدى المبادرات التي يعني رأت الإدارة من خلال تفكيرها ومن خلال الاجتماعات الكثيرة لنا في أن احنا نخصص هذا البرنامج للجيران سواء كانوا السيدات أو الرجال. نعم. فنستهدف أحد الأحياء السكنية في إمارة الشارقة سواء داخل المدينة أو حتى في فروعها، سواء كان في الذيد، في الميدان، في خورفكان، في كلبة، في دبل حصن، فنبدأ في خلق مجموعة من الرحلات التي تنبثق من أبعاد
إنسانية واجتماعية. نرغب في من خلالها ان احنا ننشر ثقافه التطوع بين الجيران، زياده الالفه، زياده المحبه بينهم. نحرص على ان احنا نقدم لهم دعم معنوي للمجتمع من خلال استرجاع العلاقات التي بدات تقل خلال السنوات السابقه بسبب ضغط العمل وظروف الحياه وغيره وانشغال الجميع. فبدأوا بعمل بعض الفروع، بعض النوادي الاجتماعية التي تضم أهل الحي. قاموا بعمل مجموعة من الرحلات اللي تعزز، مثل رحلة إلى دار المسنين، رحلة إلى أحد المزارع، رحلة إلى على البحر، رحلات متنوعة متجددة. فكل يوم نطلع بفكرة جديدة وكل يوم نطلع بقالب جديد حتى نبعدهم عن الروتين، وبالتالي نجدد حتى هذه المشاعر اللي تربط الناس فيما بعضها بين بعضها البعض. برنامج جيران برنامج يعني ذو بعد إنساني كبير، استطاع أن يؤلف قلوب الكثير من الجيران. أصبحت لدينا يعني من كثر نتائجه أن لدينا بعض أهل الحي هم من بدأوا يقومون بهذا البرنامج ويشرفون عليه، يقدمون معنا الفعاليات. طبعا إذا تأخر البرنامج عنهم فترة زمنية بسيطة على طول يعني متواصلين. أين البرنامج؟ نرغب في المزيد. يقدمون لنا اقتراحات كثيرة لتنفيذ هذا البرنامج. جمعوا لنا عدد كبير من الجيران، كل جارة تدعي جيرانها وكل جارة تدعي جيرانها، فكل مرة نشوف لنا عدد الجيران زاد وأكثر، صارت بينهم يعني حياة أخرى. يعني في آخر زيارة لنا كانت في منطقة الجرينة، تعرفنا على مجموعة وتعرفت الجارات على بعضها البعض يعني لأول مرة. صحيح، وكان جدا جميل. كنت بقولك الحين استاذه موزة، لان بسبب الحياه العمليه السريعه في الدوله في بعض الاحيان ما نقدر نتعرف على الجيران موجودين. صحيح. حوالينا، فهذه مبادره الصراحه وايد حلوه، يعني انك تتعرفين على الجيران، على تقومين يعني تسوين شيء ان علشان تنشطين حياتك الاجتماعيه. طبعا بالعكس، هم كانوا جدا في قمه السعاده وما توقعنا هذا الاقبال على البرنامج. سوينا في حديقه الجرينه، عدد كبير من الجارات اول مره يتعرفون على بعض. يمكن ربما قامت البعض يعني بزياره جارتها لدعوتها لاول مره تقابلها، فهذا شيء خلق جو من الالفه والمحبه بينهم والترابط، وهذا ان شاء الله سيستمر. نعم ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ما الاثار اللي ترتبت او شو لمستوا على هذيل المشاركين في جيران؟ رغبتهم، الرغبة الشديدة داخل كل واحدة منهم أنها فعلا تتواصل مع جيرانها، لكن ظروف حياتها تمنعها، ربما الخجل في أنها تبدأ بإقامة علاقة مع الجار أو الخطوة الجديد. الأولى نعم. مع الجيران. فكان هذا البرنامج بمثابة يعني داعم لهم ورافد أنهم يبتدون يتعرفون على بعض، يبتدون يعرفون اهتمامات بعض، يعرفون حتى أبناء بعض. زين أستاذة موزة، خبرينا أكثر عن البرامج اللي تقومون فيها في مركز التنمية الأسرية اللي مثلا يعنى بالإيجابية. من أبرز برامجنا هني البرامج التي تنبثق من إدارة الإرشاد الأسري والتي تهتم بالأسرة وبالحالات، مثل الاستشارات الأسرية من خلال تعاوننا مع محكمة الشارقة الشرعية وتوفير خدمة إرشادية صباحية والآن مسائية من غير خدمة التواصل بالهاتف والبريد الإلكتروني. أيضا نقوم باختبارات نفسية، نطبق فيها أفضل وأحدث الاختبارات وفق معايير دولية معتمدة. أيضا لدينا التغذية والإرشادية والتوعوية من خلال إرسال الرسائل النصية التي تمنحهم الإيجابية، التفاؤل و حب الرغبة في التغيير. أيضا لدينا مبادرة مستشارك القانوني، وهو دعم استشاري وقانوني من خلال الوصول إلى المحاكم في قضايا النقض وغيرها. كل هذه مع بعض كلها تقوم بزرع الإيجابية داخل الأسرة، نبعدها عن المشاكل، نتحدى معاهم
الصعوبات اللي تتعرض لهم بإيجابية. نعم. كاملة. عندكم وايد مبادرات وأنشطة لتعزيز الطاقة الإيجابية للأبناء. إنزين كيف نقدر نستبدلها إذا كان حواليهم أشياء سلبية؟ كيف نقدر نستبدلها بأشياء إيجابية برأيك؟ طبعاً إحنا نلاحظ هالأيام ظروف كثيرة سواء كان سياسية أو اجتماعية قد تطغي على القالب الأسري. فإذا منح الأب ابنه الرعاية والحب والحنان فإنه يقدر يتغلب على السلبية في حياة ابنه. مجرد كلمة لطيفة، مجرد تربيت على رأسه أو على كتفه منذ الصباح الباكر وذهب المدرسة، سنجد أن الطفل ينطلق إلى الحياة إلى المدرسة بإيجابية. حينما نرى الأب أو الأم يشاركون أبنائهم في الألعاب، في القيام ببعض المسابقات سواء كان ثقافية أو ترفيهية أو غيرها، الرحلات الكثيرة مع بعض، هذا يخلق ويزيد الإيجابية لدى الأبناء، يزيدهم سعادة، يزيدهم ثقة بالنفس. خصوصا عندما أنا أجنب الطفل هذا الانتقادات وأوجه، عندما أوجه فإنني أصحح تصرفاته ليس بالصراخ ولا بالضرب، لا، مجرد الكلمة اللطيفة وتصحيح التصرف وتجنب الانتقاد، هذا كفيل بأننا أدعم الإيجابية وحق السعادة لأبناء أسرتي. إنزين من خلال تجربتكم كيف لقيتوا أو كيف تتمكنون في تعزيز الطاقة الإيجابية عند الأسرة في دولة الإمارات؟ من خلال هذه المبادرات اللي نقدمها سواء كانت برامج توعوية أو علاجية أو حتى ثقافية، وأيضا من خلال طرحنا للبرامج اللي خاصة بالبحوث والدراسات عندما نقوم بأبحاث أو إرفاد أهل الإمارات بأفضل الملتقيات التي تعنى وتهتم بشؤون الأسرة، فإن هذا كله بشأن أن يحقق الإيجابية في الأسرة. أستاذة موزة الشحي مديرة إدارة الأفرع للتنمية الأسرية في الشارجة، أشكرت وايد، سعدت في حواري وياك عندكم صراحة. مبادرات وأنشطة وايد جميلة فعلا تقوم على تنمية الأسرة في دولة الإمارات. شكرا لكم والمساعيكم والصباحكم الإيجابي هذا الذي بدأنا بالتفاؤل والحب والسعادة للأسرة الإماراتية. مشاهدينا وصلنا الحين لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج هاشتاج الإيجابية، تريونا الأسبوع الجاي مثل اليوم. لا تنسون يوم يكون في حصة بطريقكم أو عثرات ابنوا فيها سلم النجاح. أترياكم الأسبوع الجاي مثل اليوم. باي.